جوج بيضات، نص كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب دافي ولا الماء، المهم بحال اختياركم، بغيتو الماء بغيتو الحليب اللي يعجبكم. انا فضلت الحليب. تقريبا كاس ديال الزبده مذوبه، جوج معالق كبار ديال حبه حلاوه، وجوج معالق كبار ديال الزنجلان، نص كاس ديال الماء الزهر، 500 غرام ديال الدقيق الفورش مع خمارة حمراء، ومعلقة كبيرة ديال خميرة ديال العجينة، وشوية ديال الملحة. وعلى بركة الله نبداو طريقة تحضير البغيوش. خليكم معايا. غادي نديرو البيض هو الأول. بسم الله، تو نديرو كلشي المقادير، فوالا، نديرو سنيدة، و نبداو نضربو في المقادير. بعد نزيدو زنجلان، حبة حلاوة، الحليب، الزبدة، وعاود نهبطو شوية باش نخدمو تاني العجينة. المرة المقبلة، وعاد نديرو دابا الدقيق. شوفو درت كلشي، درت الدقيق، درت الزبدة، الماء الزهر، الحليب، الخميرة، سنيدة. دابا غادي نضربو. غادي نضربو الخليط ديالنا لمدة 5 دقائق. كما كتشوفو هاهي العجينة ديالنا وجدات. دابا غادي نشوفو هنايا الجناب ديالها، هي قاصحة شي شوية، مزيانة يعني، ما قاصحة ما جارية، زوينة. ومن بعد غادي نحطو نخلوها هنا نيت باش تخمر لينا شي شوية، ومن بعد غادي نخلوها تقريبا لمدة ساعة في بلاصة تكون دافية، ومن بعد غادي نديرو الكريسات ديالنا ونديروهم في الفران. خليكم معايا. هاهي العجينة وجدات، حمرات كما كتشوفوا. دابا غادي نشدها وندير فيها الكريسات صغار ونديرهم في اللاطة. خليكم معايا. بقاو لينا دابا هاد الجوجات، غادي نديروهم في اللاطة وما نخليوهمش ملاصقين بزاف، نحاولو نبعدوهم باش ما يجيوش فيها بلاصقين، يجيو مفرقين شي شوية. نزينو باش ما تلصقش لينا العجنة، ندهنو يدينا بشوية بالزيت. ها هما دا كيجيو على هاد الشكل هكا، وغادي نخليوهم تقريبا 20 دقيقة عاوتاني على ما يخمرو، ومن بعد غادي ندير لهم الصفار البيض وشويه ديال السنجلان.
من بعد ندخلهم للفران. ملي كندير لهم ما تما خمروا مليح منهم 20 دقيقة. دابا غادي ندير لهم الصفار ديال البيض. من بعد غندير لهم السنجلة صافي. الشير ديالنا هما واجدين، كنتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك، وكنتمنى لكم كل الهنا ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. تسلموا.